جهز. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، محدثكم أسامة أبو زينة، أنقل لحضراتكم مباراة قرطاج التونسي والسجون الكيني في الدور النصف النهائي من البطولة الإفريقية رقم 29 والمقامة بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي. مباراة السجون الكيني وقرطاج التونسي، السجون الكيني استطاع أن يفوز على الجمارك النيجيري بثلاث أهداف أشواط مقابل لا شيء، وأسك موموزا الإيفواري بثلاث أشواط مقابل لا شيء، داونز البوركيني 3-1، أنجز الكاميروني 3-0، وروفينيو الرواندي 3-0. أما قرطاج فاستطاع أن يفوز على نجمة الشرف الجزائري 3-0، وهراري سيتي بطل زيمبابوي 3-0، وبي دي اف اس 6 البوتسواني ايضا 3-0، وبافايا الكاميروني 3-0، وفاز على نادي الشمس بثلاث اشواط مقابل شوط وصعد الى دور نصف النهائي. عندنا تشكيل فريق يعني قرطاج، عندنا لعبة رقم 3 مروة، لعبة رقم 5 فرح، لعبة رقم 7 رحمة، لعبة رقم 8 عبير، لعبة رقم 10 أمينة معدة الفريق، لعبة رقم 11 ميسا، لعبة رقم 13 سيرينا، لعبة رقم 14 ستافينا دي المحترفة، ولعبة رقم 16 مريم، ولعبة رقم 17 خلود، ورقم 19 أمنية، وليبرو الفريق فاطمة، ومعهم المحترف المدير الفني ماركو الإيطالي. يعني فرقة جيدة في المستوى، ولكن أيضا فرقة السجون فرقة لا يستهان بها، فيها ماكوتو، فيها ديانا، فيها شيرين، فيها أديس، فيها لويز، فيها هيرما، وفيها مونيكا، وفيها لورين، وفيها ودنياما، يعني ومعهم طبعا ديفيد متسامي المدير الفني المشهور في كينيا. فريق كينيا فريق قوي ومتميز جدا، شايفين خلود على الإرسال في بداية الشوط. فرقة ومباراة هتبقى قوية جدا من كلا الفريقين، واللي هيصعد منهم إن شاء الله بإذن الله هيوصل للنهائي مباشرة. شايفين الفريق الكيني من ساعة ما دخل الصالة وهو على طول بيرقص ومش ثابت، ودخل بمشهد جميل جدا في بداية دخوله الصالة، كان بيقدم عرض كأنه عرض كده داخل المباراة، مركز جدا وحاطط في دماغه أماله كلها ان هو يقدر ان هو يحقق فوز. فرقة قوية وفازت بمباريات عديدة 3-0. شفنا امبارح نادي قرطاج أمام نادي الشمس، نادي الشمس عمل معاه مباراة جيدة جدا، ولكن قرطاج استطاع بخبرة لاعبيه ان هو ينهي اللقاء بثلاث أشواط مقابل شوط. خلود على الإرسال لاعيبة قرطاج رقم 17، واللاعيبة بتلعب في مركز 4، وكورة بتحطها اللاعيبة رقم 2 ماكوتو، ولكن حائط صد جيد. ماكوتو طبعا هم ثلاث اخوات موجودين، الاخت الوسطى، وحائط صد جيد. خلود ارسال قوي، استقبال، الكره بترجع، وكره بتتحط من اللاعبه الشوله رقم 6، بتيجي في الشبكه، و اثنين قرطاج لا شيء السجون. تركيز واضح قدامنا، خلود ارسال قوي، استقبال من ماكوتو، رافعه، اكبر لعيبه وكابتن الفرقه، وكره بتتشاط، بتيجي في ايد فاطمه وبترجع تاني، كره سهله، رحمه بتعديها، بترجع تاني، كره بتترفع قويه، وكره قويه جدا بشوطه من مركز 4 في مركز 5. دي ماكوتو اللي احنا اتكلمنا عليها، لعيبة منتخب كينيا، وبتلاقي مكان فاضي بتضرب منه بقوة. لورين على الارسال، واحد السجون، اثنين قرطاج،
ارسال قوي، استقبال من رحمه، رفع من امينه الكوره وحائط صد قوي، ولكن الحكم بيقول اللعيبه رقم اربعه ايمانويلا يعني هي اللي جابت الشبكه، ثلاثه قرطاج، واحد السجون. ارسال قوي، استقبال، وكره بتتحط بقوه من ثلاثه ولكن بترجع تاني المحترفه الايطاليه لفريق قرطاج. ستيفاني بتحطها برست ايديها كده، مروه، ارسال من مروه، استقبال، كره سريعه بتتشاط ولكن بتيجي في ايد ستيفاني وبتنزل في الملعب. خمسة قرطاج، واحد السجون. عاملين احلال وتغيير في فريق السجون عن العام الماضي، ابتدى يطور فيه، ابتدى يجيب اعمار سنية صغيرة. كرة قوية بتتحط، ترجع تاني، وفي كفر جيد موجود، وكرة بتشوطها فري بول جاية على ايد ستيفاني، بتحطها برست ايديها في خط التل، ما تقدرش تعمل لها حاجة. يعني في تحرك جيد لفريق السجون. طبعا تايم اوت اجراء ديفيد، اكيد هيقدر اهو اقدم، و يعني يعتبر المدير الفني المشهور في كينيا ومعاه فريق قوي، وبرضو المدير الفني الايطالي بيحاول ان هو يلملم اوراقه، شايفين بيدي تعليماته سواء هنا او هنا، بيتكلم على البلوك وقراءة الملعب من خلال الكورة والنظر. والناحية الثانية طبعا تايم اوت، الهدف منه تهدئة الامور لغاية دلوقتي. لسه الفرق التونسية بتعرف تلعب كويس جدا مع الفرق الكينية، لو ضغطت من بداية الأمر ومدتش مساحة، إنما لو ادت مساحة زي ما احنا شايفين كده. إرسال فريق قرطاج، إرسال قوي، بيجي بنقطة مباشرة. سبعة قرطاج، واحد السجون، ما بيقدرش يتعمل منه هجمة منظمة. طبعا ده حد ذاته كرة خارج الملعب، شايفين بقى هما النقطة اللي بتتجاب يقفوا يحيوا بعض ويشجعوا بعض ويلموا بعض تاني، علشان هو ده مكسبهم الحقيقي. ايمانويلا لعيبة رقم أربعة صغيرة السن في فريق السجون. شولا بتلعب بايديها الشمال، وكرة بتترفع، وسيرينا بتشوط كورة في ايد حائط الصد المكون من اللعيبة رقم اتنين كابتن الفريق ماكوتو، وبتيجي جوه الملعب. ابتدى يبقى في شوية ثقة كده وتحية في آخر الملعب، متعودين على كده، مفيش مشكلة، ممكن يقعدوا يعملوا كده خمس أشواط. إرسال قوي، استقبال، كرة بتترد تاني وبترجع بليز، بتتجاب من ماكوتو، الكرة بترفع وماكوتو بتشوط كرة قوية، ولكن ستيفاني حائط صد قوي جدا، شايفين قوة بنيانية عضلية غير طبيعية، ما عملتش حاجة، ايد وطالعة بايديها فعلا قافلة قلب الملعب، باين عليها ان هي حائط صد قوي. تمانية قرطاج، ثلاثة السجون الكيني. توجيهات، وموجود المحلل اهو بيتكلم في بعض الأمور الفنية، مدير فني ومحلل إيطالي طبعا بيتكلم المدير الفني مع اللاعبة رقم 13 سيرينا. سيرينا لعبة مركز اتنين، بيحاول ان هو
يعني يخليها تبقى مركزه في حائط الصد. حائط الصد الطرف مهم جدا جدا في المباريات اللي زي دي علشان قلب الملعب ما يتفتحش من خلال السنتر بلوك، ما يقدرش ان هو يبقى متمركز صح. هو اللي بيثبت السنتر هو سيرينا. دي كانت لعبه الماتش اللي فات مكان مريم بريك، ارسال قوي، كوره بتترفع ومكوتو بيشوط كوره قويه و خارج الملعب. 9 قرطاج 3 السجون. والله انزمان كده ولا رافع اوت ولا رافع ان، يعني يعني كان وارسال في الشبكه. 4 السجون 9 قرطاج. قدامنا ارسال قوي مكوتو، كرة بتترفع وبترجع تاني سهلة ومعاه لعيبة رقم 10 اديس، طبعا لعيبة متميزة جدا وقوية البنيان في فريق السجون. قدامنا رحمة وقدامنا يعني لسه مفيش أي ضغط. 5 السجون 9 قرطاج، ارسال قوي، الكورة بتتشاط قوية بترجع تاني، هيتصد طبعا، هيتصد طبعا عالي، ولكن الحكم بيقول دبل على اللاعبة معدة الفريق لويز. رحمة على الإرسال، ارسال قوي، استقبال خاطئ من ماكوتو. 11 قرطاج 5 سجون. لعبوا طبعا مع بعض كتير سواء أندية أو منتخبات. ارسال قوي، استقبال جيد، كرة بتيجي وتحط كده بريست الإيد بترجع تاني، كرة موجودة وحائط صد قوي، الكرة بترجع تاني وبتترفع، الكرة بتتحط بريست الإيد بترجع، ومن مركز 6 كرة سهلة بتتعدى وبرفعوا كرة قوية بتتشاط قوية جدا بترجع تاني، وكرة بليس جميل وبترجع الكرة تاني، وفي 4 كرة قوية جدا جدا جدا. لعبة رقم 14 يعني مهم، بتشوت كرة قوية ما يتعملهاش ديفنس. ادي اديس قدامنا، ارسال من اعلى قوي، وفاطمة بتستقبل وكرة بتيجي كده مش مظبوطة من امينة، وتاني كرة بتتحسب دبل على اللاعبة المعدة. طبعا كان معاهم معدة منتخب كينيا العام الماضي. ارسال قوي، كرة قوية جدا في حائط الصد وخارج الملعب. مهم طبعا بيلعبوا برضو، شايفين على امينه بتطلع بالعافيه بريست ايديها، وهم طول وقوه وجنب ما شاء الله. ارسال قوي يعني في الجزء الخلفي من الملعب، تسال عليها رحمه. 8 السجون 12 قرطاج. ارسال قوي، بتيجي طبعا الكورة كده خلود بتحطها، وبالفعل بتيجي في ايد حائط الصد وبتنزل تاني عن
فريق السجون. ارسال امينة، استقبال، رفعة، الكرة بتتشاط بقوة، بترجع تاني في حائط الصد وبتتعدى الكرة، وبرده خلود بتشوط كرة قوية بترجع تاني في تقفيل لحائط الصد جيد جدا من هنا ومن هنا. اربعتاشر قرطاج، تمانية السجون. ارسال قوي، استقبال، كرة مرفوعة باك وبتتشاط بقوة من مويم. مويم فعلا عندها امكانيات جامب وضرب عالية. من بين ايد حائط الصد. ارسال قوي خارج الملعب. كان موجود لاعبات يعتبر غير شكل الفرقه بحالها. ديفيد متسامي من العام الماضي الى العام الحالي، مشى كل اللعيبه الكبار. كره قويه جدا بتشوطها مهم من مركز ستة في مركز واحد. طبعا غلطة خلود ديفنس. عشرة خمستاشر، ارسال قوي ومروة بتشوط كرة سريعة تطلع ديفنس وبترجع تاني، وفاطمة بترفع وخلود بتعدي كرة بريست الايد، الكرة بتترفع عالية وكرة قوية بتتشاط من ماكوتو بترجع تاني، وسيرينا بتشوط كرة وكرة مزنوعة بتيجي في ايد حائط الصد، مزنوعة جدا، طلعت جامب من اعلى نقطة حطيتها في ايديها وعلى بره. اهي بصوا الكرة اهي معدية تك في ايديها وعلى بره، في ايد رحمه واضحه جدا. 11 15، مثال قوي، فاطمه بتستقبل وكوره بتترفع لرحمه وكوره قويه بتتشاط زاويه من اديس اللعيبه رقم 10، وتاني تكنيكال تايم اوت. 16 قرطاج، 11 السجون. كنا شايفين فارق كبير، بيحاولوا ان هم يرجعوه ولسه المباراة في الملعب بعيدة، ما نقدرش نتكهن بنتيجتها ولا بماذا يحدث فيها، علشان يعني شايفين أطوال وجنبات وقوة وتقفيل ملعب، والناحية التانية برضو في مهارات عالية، سواء من رحمة من خلود من السنتر بلوك ستيفاني، واضح جدا مهاراتها. طبعا النادي الرياضي النسائي بتونس قرطاج جايين طبعا معاه كل اعضاء مجلس الادارة ومحبين ورئيس النادي ورئيس الاتحاد علشان يؤازروه في المدرجات. مروة على الإرسال، إرسال، استقبال، كرة بتترفع قوية سريعة بتشوطها أديس من فوق حائط الصد كده بريست إيديها وخارج الملعب. أهي طول وجنب وسرعة، يعني قلق ولكن بينقصهم الكور الاخرانيه جدا في تفنيش
يعني او الضغط على الخصم. شيرينا بس القوي باستقبال، الكره بترجع سهله، كنت بتحط كره قويه ديفنس من خلود جيد، وبتشوت خلود كره جميله من مركز سته في مركز واحد. اهي ١٨ قرطاج ١٢ السجون، رسال قوي، كرة بتترفع، وماكوتو بتحط كرة قوية بتطلع من سيرينا، ومينا بترفع كرة، ورحمة بتحطها في ايد حائط الصد. ما تعرفش تعمل لها حاجة. رسال قوي خارج الملعب. خمس ارسالات ضايعين من السجون حتى الان. رحمه ارسالها قوي واستقبال ماكوتو، كره بتترفع قويه بتتشاط من مويم، وسيرينا بترد عليها، استقبل بكره ثانيه، وميون بتشوط كره قويه جدا وبترجع خلود بتسقط كوره وبتضرب كوره سيرينا قويه، وخلود بترد، وخمس كور وفي الاخر مهم، يعني حطت كوره بليس كده بعيد عن خلود ما تعرفش تجيبها. حادث على الارسال. ١٤ السجون ١٩ قرطاج، استقبال من فاطمه، كره مرفوعه، واللج من استيفاني بترجع تاني، وكره بليس خلاص بقى ما اتحفظت، وقدامها ما فيش غير كره قويه من رحمه بتشوطها من سته في مركز خمسه. برافو يا رحمه. ٢٠ قرطاج ١٤ السجون. ثاني ارسالها جيد، استقبال ممتاز، كوره واللج رايحه، وكوره ثانيه بتتشاط من مهم ولكن خارج الملعب. ٢١ قرطاج ١٤ السجون. وقت مستقطع بيجريه ديفيد، طبعا مش متوقع ان هو يبقى الفارق كبير قوي كده في بداية اللقاء، ولكن بيحاولوا ان هم يتماسكوا، وده شيء جميل جدا. يلي هذا اللقاء في الساعة ٨، مباراة الأهلي والأنابيب الكيني، مباراة قوية. النادي الاهلي طبعا عينه ان شاء الله باذن الله على الفائز من مباراه قرطاج والسجون. رسال قوي، ستيفاني الليبرو بتستقبل كره قويه، ومهم بشوط كره اقوى بتيجي في ايد حائط الصد كده، وبتطلع امينه بتفنس خارج الملعب. ١٥ ٢١ ارسال قوي، استقبال من رحمه في نص الملعب، وخلود بيشوط كوره قويه، تاني كوره تشوطها خلود قويه في ايد حائط الصد، والكوره بتنزل بتيجي في ايدين الاتنين لعيبه.
لورين وإيمانويلا. طبعا الكورة دي بترفعها سريع بجان باص المعدة، عدت الكرة منها الناحية التانية، وهي أصلا لاعبة خلفية مش لاعبة على الخط الأمامي من الشبكة، فاتحسبت عليها عشان مش من حقها إن هي تعمل جامب، واللي هي لاعبة خلفية وكرة بتترفع، ومهم بتحط كرة بليس كده في إيد خلود ومروة اهي، بتجيبها منها خلود بذكاء. 24 قرطاج 15 السجون، ونقطة تفصلنا عن الشوط الأول. أمينة بتلعب إرسال وكرة بتتشاط قوية، بتفنس جيد ترجع تاني، وسيرينا بتشوط كرة قوية من مركز اتنين في مركز اتنين، وتنهي الشوط الأول 25-15 لصالح قرطاج التونسي. يعني واضح جدا قدامنا مستوى أداء الفريق قرطاج التونسي، وهناك عدم نظام داخل ملعب السجون في بعض الأوقات، هناك ضغط طبعا واضح جدا من إرسال، ومفيش إتقان في مهارة الرفع. يعني أنا شايف إن هي معاها شوية ضريبة أطوال وجنبات، ولكن معدة صغيرة السن جدا، مش زي اللي كانت موجودة. اللي موجودة كانت عندها خبرة أكتر وعندها احترافية أكتر. شايفين حائط صد قوي، شايفين التشجيع على طول متتالي. طبعا كينيا ويعني فرقها اللي بيقدر ان هو مستواه يعلى شويه بيحترف على طول بره ويخرج خارج كينيا، عنده اكثر من 7 محترفات خارج كينيا، والباقيين موجودين في السجون والأنابيب والبنك التجاري. واضح مستوى الأداء، وواضح إن المدير الفني الإيطالي بيحاول إن هو يدي تعليماته. ماركو طبعا، ودي لاعبات السجون، يمكن نادي قرطاج امبارح بالامس كان هناك اختبار واضح جدا امام فريق نادي الشمس، لعب قدامه مباراة قوية، قرطاج استطاع ان يفوز بصعوبة بالغة امام نادي الشمس، كان خصم عنيد وند قوي جدا لفريق قرطاج، فقدر ان هو يدخل في البطولة امبارح ويقابل خصم عنيد وقدر ان هو يفوز، والفوز ده طبعا اداله ثقة. انما السجون حتى الان مفيش اي مواجهة حقيقية ليه، مفيش اي ضغط ليه، مفيش اي فرقة قوية لعبها لغاية دلوقتي، كلها فرق لعبهم كسب 3-0 في 3-0 ما عدا يعني دوانز البوركيني كسب 3-1. فتعتبر مواجهة السجون أمام قرطاج هي المواجهة الحقيقية في بداية مشواره الإفريقي. فرقة قوية منظمة. إرسال قوي، استقبال، كرة بتترفع، وكرة قوية جدا
بتشوطها خلود بتيجي في ايد حائط الصد اللاعبه رقم 15 لورين ورقم 10 شايفين قدام 14 شايفين قدامنا مهم يعني قوه في حائط الصد. الكره الثانيه بتشوطها سيرينا خارج الملعب زي ما اتفقنا. الفريق الكيني من الفرق اللي هي ما بتستسلمش بسهوله، لعبوا قبل كده كتير افريقيا ولعبوا قبل كده كتير يعني بطولات عديده. ارسال قوي بيجي في اخر الملعب استقباله وكره بتترفع لخلود بتتحط بليس بترجع تاني وخلود مش عارفه تعدي الكوره من لورين وكره بتتشاط قويه جدا من سيرينا من مركز 4 في مركز 5 قدامنا هي سيرينا. لورين ما تحطش ايديها فيها وماكوتو ما تعرفش تعمل ديفنس ولا تطلع الكوره. خلود على الارسال، ارسال خلود ارسال قوي استقبال كره بتعدي وكره بتشوطها مروه كده سنتر بلوك بتحط فيها ايديها معده الفريق اهي ايد واحده كده وان هاند بنقطه يعني اديتهم ثقه. كره ثانيه ودبل الحكم على طول بيدي دبل ما بيستناش. امينه يعني الحركه بتاعتها صعبه شويه، فوت ورك بتاعها مش عالي. الكره بتترفع بتتشاط من مروه قويه جدا من 3 في 5 اهي مركز 3 بتشوطها في مركز 5 بقوه بعيد عن ايد حائط الصد. لورين مثال قوي خارج الملعب. ابتدى يبقى فيه اخطاء في فريق قرطاج وابتدى يبقى فيه تشجيع ورقص وتحيه وبيجمعوا بعض في اخر الملعب. فريق السجون مش ساكت ولا سايب المباراه كده، عايز بس شويه ثقه وهيفرق. مش عايزين طبعا قرطاج وكوره، استيفاني بيشوط كوره قويه جدا من بين حائط الصد ولورين وفي مركز 6 ارسال سيرينا 3 قرطاج 5 السجون. ارسال قوي استقبال وكره بتترفع باك وكره بتتحط وكره قويه جدا بتتشاط من مركز 6 خارج الملعب. خلود ستة السجون 3 قرطاج، كل كورة بيتجمعوا وبيعملوا نفس النظام. ارسال سائط جميل جدا بتجيبه خلود ورحمة بتسقط كورة برست ايديها بترجع تاني، والرفعة اللي انا كلمتكم فيها مش مظبوطة، هي عايزاها على الشبكة محطوطة في نص خط التلت ولا تتهاون. اديس لا تتهاون بحائط صد قوي قافل الملعب. شايفين 4 ايدين طالعين قافلين قلب الملعب تماما. رحمه ارسال قوي استقبال وكوره ماكوتو بتشوطها بقوه بقوه في ايد استيفاني وخارج الملعب اهي. الثقة والرأس والحاجات دي بتدي انطباعات ايجابية على الفريق وبتحاول ان هي تدي روح رياضية جيدة جدا، ولكن برضو خلود بتشوط وبترد بكورة من 4 في 4 جيدة جدا.
ستيفاني ارسال قوي استقبال وكرة بتترفع وماكوتو بتشوط كرة قوية جدا وبترجع تاني وحائط صد من إيديس جامد وبيرجع تاني وكرة بتتاخد في ايد إيديس وداخل الملعب 6 قرطاج 7 السجون. مباراة ابتدت تسخن كده ويبقى في لعب من هنا ومن هنا. ستيفاني ارسالها جيد الكرة بتعدي وترجع تاني معدة بتحط الكرة على في ايد امينة وبترجع الكرة تاني ويعني ماكوتو بتحط الكرة في ايد السنتر وكرة قوية ما بتصدق تلاقي كرة في ايد امينة تروح حطها من جنب ايديها على طول زي ما احنا شايفين كده في فرق 8 السجون الكيني 6 قرطاج التونسي واضح بيتكلم في حائط الصد ماركو المدير الفني الإيطالي وفي الجانب الآخر ديفيد عمال يحفز لاعبيه هم ابتدوا يسخنوا وابتدوا يخشوا في جو المباريات وابتدوا يعني يتناسوا الشوط الاولاني وابتدوا يضغطوا عايزين المباراه ما تخرجش كده مباراه مهمه جدا الفايز فيها هيدخل الى النهائي ارسال صائد ابتدى يبقى في شكل الارسال وكره قويه جدا بتتشاط طمعتها خلود في الخط وراحت شيطاها في الزاويه اهي امينه استقبال وكرة قوية وكرة جامدة جدا بتشوطها مهم ما بين مروة وسيرينا فرق كبير جدا في حائط الصد اي فرق هتلاقيها راحت داخلة ضربها بقوة اديس ارسالها جيد وكرة بتشوطها قوية جدا خلود شايفين خلود طبعا ماشيه لغايه دلوقتي كويس جدا سواء ضرب في 4 او في 2 على الرغم من ان اللاعبه ايمانويلا كانت رايحه لها ولكن الكوره بتنزل في الملعب خلود على الارسال ارسال قوي في ايد ليبرو الفريق ونياما وبتيجي خارج الملعب 9 قرطاج 9 سجون في اول تعادل للشوط الثاني ارسال خلود ارسال قوي بيجي في ايد اللعيبه ورفع كوره قويه بتشوطها اقوى وبترجع تاني وديفنس ولكن الحكم التاني بيقول في لمس للشباك من لعبة الطرف بالرغم لمهم مطلعه ديفنس جيد جدا ولكن 10 قرطاج السجون 9 ارسال قوي ضغط الارسال مهم جدا كرة بترجع سهلة بتجيبها سيرينا وكرة بتحطها مروة وحائط الصد جيد وبترجع تاني ومهم بتشوط كرة قوية بتيجي في ايد
حاطط صد ودفنس اقوى وكره قويه جدا. الكور اللي بيخشوا فيها بقوه بيبقوا طايرين، بتتشاط بقوه جدا. شايفين طبعا لاعبات نادي الشمس قدامنا، عاليه وساره. ارسال قوي، استقبال، وكره جايه طبعا سهله، ارسال قوي عشان كده، وكره قويه جدا من لاعيبه تشوله من مركز اتنين بتيجي في مركز سته بترجع تاني، وكره اقوى من مهم، والحكم بيقول فيه كوره دبل على اللاعبه رفعتها. شوفوا واضح جدا، ضرب من اتنين بقوه وضرب من اربعه بقوه، لا تهاون. 11 السجون 10 قرطاج، تركيز في الاستقبال في منطقه ميته، وكره بتتعدى وبترجع تاني، ومفيش نظام بس في الديفنس مين يجيب الكره منين، مفيش كل لاعيبه ليها اختصاصات. شايف ممكن يجري تغيير، بيطلع سنتر بلوك لورين وبينزل لعبة رقم 8 شيرين. كرة قوية جدا من ايمانويلا، ولكن بتيجي في ايدي حائط الصد شيطها بقوة. بقوة. رسال خارج الملعب. فرص كتيرة بتضيع بارسالات ضايعة ملهاش أي لازمة. مهم لعبة مركز أربعة المتألقة. بصوا مرة يلعبوا إرسال يعني نازل على خط التلت، ومرة يلعبوا إرسال في آخر الملعب، عمالين يشكلوا في الإرسالات. فريق السجون بصوا كورة بتتحط كده والبنتين واقعين في الأرض، بتيجي أهي في نت الشبكة وبتتغير، وهي قاعدة في الأرض راحت معديها، عايزة تعدي الكورة. بصوا روح قتالية في الأداء. 13-12 ارسال استقبال، كرة بتترفع، وماكوتو بتشوط كورة من عند أمينة في مركز واحد، ما تطلعش ديفنس اهي، دي طالعة في حتة ونطة شايطة في حتة، وخلود جاية من مركز ستة لغاية الخط عشان تطلع الكورة، بعيد عليها طبعا، ولكن بروح قتالية بتحاول. استقبال فاطمة سيء، وكرة بتعدي من خلود، بتتحط في مركز ستة، بترجع تاني، تعدي الكرة سهلة، ستيفاني بتجيبها، وكرة مرفوعة قوية وحائط صد جميل، الكرة تاني بترجع، وكرة بليسنج بتتحط كده بإيديها، حائط الصد قافل الملعب، وكرة قوية بتشوطها، فهمت خلاص ماكوتو إن أمينة معاها على الخط، فبتشوط من عندها براحتها. 14 السجون 13 قرطاج. كرة اهي رحمة مش عارفة تروح فين، بلوكات عالية، ارسال قوي، استقبال، وكرة بتتحط، لازم أمينة طبعا فكرت واللج مع ستيفاني، وماكوتو مش هاممها من ستيفاني حاجة طبعا، الاثنين اطوال والاثنين جنبات، دي بتشوط وتشوط، وراحت واخده الكره من اعلى نقطه في ايديها وعلى بره، يعني عندها امينه قصيره، لا شاطت في ستيفاني، كره قويه، استقبال طبعا من فاطمه، وكره ثانيه، ورحمه بتشوط كره قويه جدا جدا جدا، بتيجي في ايد ح
حائط الصد و16 السجون 13 قرطاج. شايفين حائط صد قافل الملعب والشبكة. قبليها في كورتين، كرة راحت حطها بليس من أربعة في واحد كده بإيديها، لقيت البنت بتاعت ستة طلعت الكرة اللي بعديها عايزة تسقطها برضو جابت، ما كانش قدامها حاجة غير إنها تشوط. الحل الوحيد في الحاجات اللي زي كده تضرب في التاتش وعلى بره، وهم سواء رحمة أو خلود بيعرفوا ياخدوا الكرة من بره ويحطوها على التاتش، فده لازم يبقى فيه تصرف، لازم يبقى فيه حلول. شفنا أمينة طبعا رفعت كرة حلوة جدا لاستيفاني، سنتر بلوك، بتحاول ان هي تفتح لنفسها جبهات علشان ما يبقاش اللاعبات أربعة ممسوكين على طول بدبل بلوك بدبل بلوك، مش هيعرفوا لو الفريق الكيني قدر ان هو يظبط حائط الصد بتاعه بشكل جيد. لاعبات أربعة في نادي قرطاج مش هيعرفوا يعدي بسهولة. حل من الحلول، خلود كرة من ست وكرة قوية من ماكوتو من أربعة، وبترجع تاني رحمة بتحط كرة زي ما قلنا عايزة تلفها في إيد في تاتش وعلى برة، إيد اللعيبة رقم أربعة إيمانويلا وعلى برة، أهو أهي بريست إيديها كده وعلى برة، إنما هتشوط جامد البلوك واقف صح. ارسال رحمه، استقبال ماكوتو، كرة بتترفع وماكوتو بتشوط كرة قوية خارج الملعب. خمستاشر قرطاج 16 السجون. ارسال رحمه قوي مهم وكرة قوية جدا، ولكن بترجع تاني وبتحط كرة ولكن خارج العصا الهوائية. ده اللي انا بتكلم فيه برضو، يعني بترفع كورتين ورا بعض اللعيبة وعندها الناحية التانية لعيبة قدامها معدة الفريق قصيرة. حتة التفكير ده برضو ساعات بيبقى فيه شلل كده في بعض الأوقات من السجون. كرة قوية زي ما شفناها، هي اترفعت في أربعة اتشاطت بقوة من عند أمينة من فوقيها. 17 16 ارسال قوي، استقبال فاطمة، وأمينة بتعدي كرة سهلة بترجع تاني و تاني برضو بتشوط من عند ستيفاني. الحاجات دي طبعا توجيهات من مدرب، توجيه ويعني تحفيز واسلوب وفكر وثقافة لاعب، ما بتبقاش والدة يعني كده وليدة اللحظة. هي عايزة تحط كرة من أربعة في أوتسايد، أوتسايد. عشر سبعة عشر. ستيفاني إرسال قوي، مهم بتستقبل، الكرة بتتحط جيدة وبترجع تاني سهلة، ليبرو بتجيبها، وكرة ونلج قوية جدا، وبتيجي من ديفنس و بتنهي الهجمة بشكل يعني صعب جدا. خلود ماكوتو 18 18، كرة استقبال ورفع وكرة قوية جدا بحائط صد قوي من خلود،
19 السجون، 18 قرطاج. كرة قوية، ديفنس جيد، بترجع تاني، بتترفع، وخلود بتشوط كرة قوية في ايد حائط الصد وداخل الملعب. 20-18، زي ما قلنا الرحمة ان مش هينفع تعدي بالاسلوب ده، لازم الكرة من بره وتحطها في التاتش. برضو بنقول لخلود نفس الكلام، لازم عندها أمينة، عندها مروة قدامها، سنتر بلوك، لعبة جيدة، تعرف تعمل ولجة هايلة وتشوطها في الزاوية، لازم تشغلها معاها علشان الفريق الكيني لو طلع بدبل بلوك ولعبت معاه لعب صريح مش هتعرف تجاريه. حائط الصد عالي وبينطوا وبيعرفوا يقفلوا قلب الملعب كويس اهو. قافلين، بصوا بتطلع ترمي ايديها، عارفه هي بتعمل ايه. ماكوتو على الارسال، ارسال قوي، الكرة جاية وبتحاول تلعب على الخط، ولكن هو طبعا الكينيات بيقولوا ان الكرة مش تاتش، ولكن الحكم الاول والتاني قال ان الكرة جاية في ايد، يعني انا شايف انه هي، هو طبعا شايف اكتر مننا، ما نقدرش نتكلم في حاجة. استقبال وكرة مرفوعة وكرة محطوطة كده برست الايد، تترفع تاني، وحائط صد قوي من سيرينا، وكرة تانية بتتحط وتيجي من مركز اربعة، وجاية كرة اي كلام كده، وتزق كرة قوية، وابتدت خلود تفهم ان اللعب بريست الايد هو الاساس. حط الكره بايديها على بره في التاتش، اهي جت في ايديها وعلى بره. 20-20 وتايم اوت بيجري المدير الفني. طبعا الكيني بيتكلم على الكرة السهلة اللي رجعت، وكان المفروض كينيا تجيبها وتهاجم، رجع بسهولة، بيتكلم ان في كور بسيطة قوي في اخر الشوط كده مفيش فيها تركيز، ده طبعا طبيعي. فريق نادي الشمس قاعدين طبعا بيتفرجوا على المباراة. ارسال قوي، استقبال، رفعة، كرة قوية بتشاط في حائط الصد من مهم، وبتيجي في ايد حائط الصد سيرينا وخارج الملعب. سير عالي قوي، جاية الكرة سهلة، كرة بتترفع بتتشاط من مروة قوية جدا جدا جدا، ده اللي احنا بنتكلم فيه. بس أمينة أول ما لقت الكرة وصلت عندها راحت رفعها سريع على طول أهو، ومروة طبعا عندها حلول جيدة جدا. خلود ارسال، كرة بتيجي سهلة، 21-21، وكرة تانية بتتشد وبترجع يعني سيئة جدا من أمينة، وبتتشاط في ايد
مهم دي بصراحة عندها يعني حاجة كويسة جدا، بتبص وبتعرف تلعب بعكس ماكوتو طالع معاها دبل بلوك عالي وبتخلص في تاني كرة بتخلص، ونقطة حرجة جدا جدا سيرينا بتشوطها من 2 في 2 خارج الملعب، 23 السجون 21 قرطاج، وتايم اوت دجري ماركو المدير الفني لفريق قرطاج ابتدى طبعا لازم يتقشر عن انيابه، لازم عشان في اخطاء عديده في الملعب، في بعض الاوقات المدير الفني والمدرب بيبقى محتاج الى قفله وش شويه عشان اللاعبات تقدر تلعب، وفي بعض الاوقات ما بيبقاش محتاج كده زي ما احنا شايفين ديفيد هادي جدا في كاتشانتو وبيتعامل بهدوء شديد. لويز ارسالها قوي، استقبال وكره بتترفع، وقلنا الحل عند مروه دي تاني كوره تترفع لمروه تقدر تجيب منها نقطه. الحل في الماتشات وفي النقط الاخرانيه اللي زي دي لاعيبه نص ملعب تبقى عندها خبرات تقدر تخلص الكور دي ادام حاطط صد مقفول، كره بتترفع وكرة قوية جدا بتشوطها مهم في ايد حائط الصد ستيفاني ورحمة، وبتيجي خارج الملعب تافين قوة الكرة، حاطة ايد ورجل فيها شيطها كده بالكرة، جت في ايد حائط الصد وخارج الملعب. نقطة وتفصلنا عن الشوط الثاني، وبالطبع خلود كانها كانت سمعانا بتستقبل كوره يعني خارج الملعب 25 22، كنا متخيلين ان الامور هتبقى غير كده خالص. لكن زي ما اتفقنا لفريق السجون مش هيستسلم وهيقعد يعمل الحاجات اللي هو بيعملها دي، سواء بيجمع نفسه او بيشجع نفسه او هناك رقصات بيعملها او تشجيع مع بعض على طول بعد كل نقطة، حتى لو لعبوا 5 جيم هما ما عندهمش مشكلة ان هما يقعدوا يعملوا كده طوال الساعتين، الساعتين ونص عادي جدا. ده اللي انا بتكلم فيه، ماكوتو عندها فرصة ان هي تضرب وتعمل نتيجة جيدة عشان معاها المعدة امينه قصيره وحائط الصد بتاعها مش عالي قدامنا اهو، وهي وشايطه منها كوره اهي قدامنا واضحه، ولكن هي مصممه تشوط في ايد لا اما مروه لا اما استيفاني، بعكس مهم. مهم معاها سيرينا حائط صد عالي وبتعدي منها كانها مش شايفاها، شايطه منها فوق الخمس كور بنفس الطريقه. قدامنا اهي اتاخدت بلوك رجعت تاني، ده يمكن ده البلوك اتاخد من استيفاني و
عندنا زي ما احنا شايفين ماكوتو شايطة في حتة بعيدة خالص عن المكان اللي فيه أمينة. دلوقتي الفرق ابتدت تدور على معدين طوال القامة عشان موضوع حائط الصد ده في المستويات اللي زي دي بتبقى فيها مشكلة كبيرة. بداية الشوط الثالث من لقاء قرطاج والسجون الكيني في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية. واحد واحد واحنا في الشوط الثالث، وعمل تغيير، نزل ميسى الانجليزي سنتر بلوك وارسال قوي من خلود بتاخد ايدها وخارج الملعب، لعبها مكان سيرينا. اعتقد ميسى كانت بتلعب سنتر بلوك قبل كده وبيلعبها في مركز اتنين علشان حائط الصد وهجوم مهم عليها تقدر ان هي توقفها. تاني ارسال لخلود تلعبه من مركز واحد في مركز واحد اتنين لا شيء. ودي تالت كورة بتالت ارسال النهارده ماكوتو مش في مستواها. كورة وكورة بتترفع ورحمة بتشوط كورة بتقول تاتش في البلوك. أربعة لا شيء، أربعة قرطاج لا شيء السجون. إرسال قوي خارج الملعب. واحد السجون أربعة قرطاج. شايفين ديفيد واقف مع لعيبته بس القوي استقبال كرة بتعدي وبتيجي كده خطأ شخصي. ميسى على الارسال، ارسال ميسى جيد ورفع وكرة بتتحط بريست الملعب ايد كده خارج الملعب. ستة قرطاج واحد السجون. طبعا ديفيد لازم يعمل تايم اوت. ستة واحد وتغييره لسيرينا ماركو. اعتقد ان هو تغيير جيد ومناسب وفي وقت مناسب جدا. عمل
عنده بره عبير، عنده بره، عنده لاعبات على كفاءة عالية جدا. مرسال قوي ميسا، كرة بتتلعب وكرة بترجع ومهين بتحطها في نص الملعب، كرة بتترفع ورحمة بتسقط كرة جيدة جدا من مركز أربعة في مركز ثلاثة. إرسال قوي ميسا، كرة بترجع بتتسقط كرة وبتطلع تاني بترفع وكرة بتتشاط قوية ولكن خارج الملعب. اتنين السجون سبعة قرطاج. طبعا باين جدا ماكوتو كانت لازم تطلع وبتنزل مكانها لعبة رقم خمسة. كبرونا قدامنا، ارسال واستقبال، طبعا كرة بتيجي كده اي كلام وحاط صد قوي جدا وتفنس. ستيفاني بتطلع الكرة ما ينفعش انها تعدي، مزنوقة جدا، بلوك قافل الملعب بشكل جيد جدا من خلود، بيودي خلود ساعات مكان المعدة في اتنين عشان تطلع حائط صد. ارسال قوي، استقبال سيء، كرة بتيجي سهلة ورفعة وأول كرة تشوطها كبرون من مركز أربعة في مركز خمسة، كأنه كان سايبها بره مستنيها نشوف دي ايه، بس بتنط طبعا وبتشوط بقوة. ارسال قوي وتالت كرة فيها استقبال غير موفق من فريق قرطاج. خمسة السجون سبعة قرطاج. بعدين ارسالاتهم خالص عن فاطمة، الليبرو موقفينها في حتة وهم بيلعبوا في حتة تانية خالص. ادي بعد كورتين تلاتة ادوها كورة استقبلتها يعني كده، وكرة قوية جدا بتشوطها، وابتدى انا شايف فيه قلق ونرفزة واضحين جدا على ماركو. لا لعيبة قوية وصاحبة مواصفات خاصة. ستة السجون سبعة، وشايفين برضو يعني في المدرجات الناس بيحاولوا يحيوا طبعا فريق السجون. دمنا واضح جدا، في لازم توجهات وتوجيهات من ماركو المدير الفني لقرطاج. شايفين أمينة طبعا بتحاول ان هي كان فرق سبعة واحد ولا حاجة. ارسال وتاني على رحمة وبترجع الكورة، كرة بتتشاط بقوة وبترجع وبتحط كرة كده برسل ايد سهلة بتيجي بصعوبة، وكرة قوية بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. واول تكنيكال تايم اوت تمانية قرطاج. ستة السجون، وانا من وجهة نظري السنتر بلوك اللي موجودة في قرطاج استفينا يعني غير مستغلة بالمرة،
ستيفينيا طبعا ممكن لو اديتها وشغلتها من نص الملعب هتعمل فارق كبير جدا في مستوى قرطاج. طبعا ده فكر مدرب وطريقة لعب مدرب، واكيد هو لو كان شايف الكلام ده صح كان عمله، هو اضرب فرقته. ولكن المباريات اللي زي دي بالنسبة لفريق السجون محتاجة ان نص الملعب يشتغل كتير مع الاطراف عشان ما يركزوش مع لعيبة الاطراف بس بتوع مركز 4 او مركز 2، وده اللي معمول مع فريق قرطاج. مروة ارسلها، استقبال سيء وكرة بترجع سهلة. يلا يلا برضو اهي برضو بتعلي في 4، لازم تديها كورة كده لازم عشان السنتر بلوك يقدر يروح معاه. 9 قرطاج 6 السجون، ارسال جيد ليبرو فريق. طبعا دي تاني كورة بتستقبلها الليبرو بشكل خاطئ وكرة تانية اهي، ده اللي انا بتكلم فيه. ستيفانيا لازم كانت تشوط الكرة دي من 3-4 كور فاتوا. اهي شاطت غير متوقعة، تقدر ان هي تسحب بعد كده ويبقى فيه حركة من نص الملعب والاطراف، واستقبال خاطئ من مويم. 11 قرطاج 6 السجون. مروة ضغطت بإرسالات، استقبال وليبرو الفريق ترفع كورة وكورة بتتحط كده يعني من اللاعبة كبرونو بتحطها بخبرة كده في رست الايد، تيجي كرة تانية امينة بتجيبها بالعافية، والكرة التالتة طلعت متشالة. 7-11 وارسال يعني في اخر منطقة في الملعب. خلود بتقول الكرة اوت سايد، واللاين زمان بيقول ان الكرة انسايد. نبص عليها كده يعني هي فيها شك، لا دي اوت سايد بقى واضح يعني بعيده خالص. 12 قرطاج 8 السجون. حكام الرايات هم الاقرب الى الخطوط، هم اللي يقدروا يقولوا اذا كانت الكره اوت سايد او انسايد. رحمه ارسال استقبال، كره بتستقبل وكرة قوية جدا جدا جدا، يعني أنا مش عارف هو كان سايبها فين ديفيد. شيطة من فوق أمينة، ده اللي أنا اتكلمت فيه، ماكوتو كانت تقدر تعمل كده، شيطة من فوقيها وفي نص الملعب. كرة بتستقبلها وفاطمة وكرة قوية من خلود، وادي فينس اقوى، وادي كرة تانية قوية ولكن خارج الملعب. تلتاشر تسعة اهي، كبرونو بتشوط بقوة بس دي لو عندها حتة كده اهي بتشوط ضرب يعني محتاجة تشغل دماغها، لو شغلت دماغها دي تبقى حاجة يعني معجزة. وكرة بليس بتتحط كده
من نص الملعب بتوقفها بالعافية، وآديز بتحطها طويلة قوي، حطيتها نطة في حتة والكرة في حتة، راحت حطها لمساها كده عايزة تعمل كرة ونلج، حطيتها في نص الملعب بنقطة أطوال، استقبال كرة بتترفع، أهو ده اللي إحنا بنتكلم فيه، وبترجع تاني كرة بتترفع وبتتحط خارج الملعب. ابتدينا يعملوا يطلعوا بره الملعب يقعدوا يحيوا بعض بعد ما كان في فارق كبير، بقى فارق 3 نقط. ارسال قوي، استقبال من رحمه، وكره بتيجي فري كويك، كره جايه فري بول يعني من 3، بتشوطها يعني سريع بقوه اهي اديس. وارسال في الشبكه بعديها ما تحافظش عليه، 15-12. امينه ارسال، استقبال وكره بتحطها كده يعني المعده، وبترجع تاني، وحائط صد قوي وتسنس، والمعدة دي أنا مش عارف بتعمل إيه، وكرة أقوى من ميسا، برافو عليكي. 16-12، كورتين بيرجعوا، حطها كده كورتين بيرجعوا، انا شايف ان يعني لو ما دخلوش في الشوط من بدايته من اوله ما بيقدروش يكملوا او يضغطوا الفريق الكيني. شايف اكيد امينة ركبتها من الحركة، معدة متميزة، ولكن قدامنا طبعا لاعبات السجون الكيني بيحاولوا يحاولوا فريقهم، وامينه كوره قويه جدا جدا بتتشاط من 4 في مركز واحد، امينه ما تعرفش تعمل لها حاجه، بتشاطها من نقطه من جنب ايد مروه، بيخلي مروه هي اللي تاخد بروك الطرف، ولكن صعب، وكرة أقوى من يعني ابتدى يغير كده في طريقة وقفة الهجوم، ماركو كان ماشي كويس جدا، خلى بتاعت 3 تروح في 2 وبتاعت 2 تروح في 3 على الشبكة، أنا مش فاهم ليه بصراحة. كل ده علشان الكرة دي مثلا تتشاط من خلود مثلا من مركز 2، طب ما ترجع تاني بتشكيلك بوقفتك، يبقى مسحوب عليه نقطتين من الوقفه دي، خلود على الارسال واستقبال السجون، الليبرو استقبالها ضعيف شويه، ١٨ قرطاج ١٤ السجون، كل ما بيفرقوا نقطتين بيرجعوا تاني، استقبال وكرة بتترفع جيدة،
الكوره قويه ترجع تاني من الديفنس تترفع تاني، ولكن الحكم على طول اللي بيجي في الملعب اليمين لازم بيحسب عليه دبل. خلود ارسال استقبال وكره بتترفع وكره قويه بتتشاط من مركز اربعه في مركز خمسه من بين ايد ميسة ومروة. يعني هو كان يعني ماشي، مروة بتلعب في ثلاثة وبيطلعها بلوك من اثنين، وميسة بتلعب في اثنين وبيطلعها بلوك من ثلاثة. فاتح الملعب جامد جدا، حائط الصد مش عارف يقفل كويس. 20 قرطاج 15 السجون. طبعا بتشوط في ايد حائط الصد رحمه وخارج الملعب. ميسه ارسال قوي استقبال والكره بتترفع بتتحط بريست الايد كده من مهيم، ترجع تاني الكوره بترجع سهله وكره قويه ورافعه وكره بليس وبترجع تاني ليبرو الفريق بترفع وكره قويه بتتشاط وفي ايد حائط الصد وخارج الملعب. مين على الارسال اهي ارسال قوي استقبال وكره بتعدي طبعا ملهاش غير انها تعمل كده، والمعده في الخط الخلفي الان. ماركو طبعا بيحاول ان هو يتكلم مع فرقته. ارسال قوي استقبال والكره بتترفع سريعه، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، لازم الكور سريعه تترفع وبترجع تاني بترجع الكوره وكوره قويه جدا من رحمه بتيجي في ايد حائط الصد وبتنزل داخل الملعب. بيطلب طبعا تايم اوت. يعني 20-18 بعد ما كانت النتيجة فرق 3 نقط او 5 نقط، 20-15 بقت 20-18. ارسال وحائط صد، ارسال وحائط صد. شايفين طبعا اللعيبة رقم 5 كبرونو، قوة عضلية وطول وجم استقبال وبتترفع وحائط صد قوي جدا 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 من شيرين و ايمانويلا. قافلين ملعب بشكل جيد جدا، رحمه ما تعرفش تعمل اي حاجه. 19 السجون 20 قرطاج. مهم مثال طبعا قوي وبترجع وخلود بتحط كرة بريست ايديها من 6 سهلة جدا في 6، محدش يطلعها من فريق السجون الكيني. مروة على الارسال، ارسال جاي
استقبال، كرة بتترفع و بتشوط. اللعبة رقم 5 كرة قوية، وتاني كرة في 4 بتشوطها بقوة وما تلحقهاش أمينة ديفنس. وكرة كبرونو فعلا لعبة متميزة، بتنط وبتشوط ومش هممها حد. وطبعا علشان أمينة في حائط الصد مش طويلة، خلود طلعت كورتين ثلاثة قمة في الذكاء. رحمة وطبعا 22 قرطاج 20 السجون، شايطة كورة ايد ورجل بعد، يعني زي ما بيقولوا كده لجت في ايديهم وعلى بره، وارسال رحمة، كرة بترجع تاني وكرة بتتشاط في ايد فاطمة وخارج الملعب. شايفين طبعا الاضطراب واضح جدا على ماركو. 21-22، انما ديفيد واقف هادي على الخط. ارسال استقبال وكرة بتترفع وحائط صد قوي وديفنس قوي وبيرجعوا كرة سهلة. كرة بتترفع سريع سريع طبعا بحائط صد مشترك وكرة بتتحط بسهولة. ديفنس هتروح طبعا لكبرونو بتحطها بقوة ما بين ايد أمينة واستيفاني، ما تعرفش فاطمة تعمل لها أي حاجة. 22-22 ارسال، وكالمعتاد في آخر كل شوط بيبقى فيه أخطاء بتزيد وتقدم السجون 23 على قرطاج 22. ارسال قوي استقبال من فاطمة، كرة بتترفع وبتحط خلود كرة بخبرة كده بتزق كرة، لازم في النقط دي يبقى في تركيز عالي اهي من جنب ايديها. 23-23 واستقبال من الليبرو واضح وكرة بتعدي سهلة، المفروض يبقى في هجمة قوية بقى وكرة بتتحط قوية برضو بتشوطها خلود من مركز 2 متميزة النهاردة. 24-23 ديفيد بيطلب المدير الفني للسجون تايم اوت علشان يهدي لعيبته. حتى كرة جميلة جدا هي شايلة كتير جدا في الملعب سواء من 4 او في 2. والناحية التانية برضو ما اعتقدش ان هما هيسيبوا الشوط كده. فرقة بصراحة قوية صراحة، عندها من الخبرات تغيير طبعا، ده منزله علشان خاطر حائط الصد مروة مريم عفوا كابتن فريق مريم بريك. ارسال استيفاني استقبال وكورة واللج بتتشاط قوية جدا وبتحطها ترجعها، بترجع الكورة والمعدة بترفع كورة قوية
والتغييره طبعا معموله علشان حائط الصد ده. مريم بريك وستيفاني خدت حائط صد قوي جدا، و 25-23 الشوط الثالث لصالح قرطاج. يعني شايفين الشوط راح وجا مرتين راح وجا مرتين، وهناك تركيز واضح في أداء لاعبينا العرب الأشقاء العرب. على الرغم من إن السجون فرقة قوية جدا وعندها مقومات فوز واضحة، مجددين فرقتهم وعندهم عناصر جيدة جدا، إلا أن قرطاج يعني بيحاول ان هو يفوز. طبعا مش متوقعين ان في فرقة قوية بالشكل ده ممكن تلعبهم. السجون العام الماضي كانت فرقة قوية ولكن ما عندهاش لاعبات على درجة عالية كده من الكفاءات. شوطين مقابل شوط لقرطاج، الشوط الأول طبعا 25-15، الشوط الثاني السجون فاز ب 25-22، والشوط الثالث انتهى 25-23 في لقاء قوي وهام جدا. يعني واحنا شايفين الشوط الرابع بدايته، هناك صافرة من الحكم لبداية الشوط الرابع، وقدامنا طبعا قرطاج والسجون. وشايفين طبعا أديس اللاعبات في تركيز. لاعبة متميزة جدا. ارسال استقبال وكرة بتترفع وبترجع تتشاط قوية خارج الملعب، ولكن حكم بيقول احنا اتفقنا اللي هيجي على يمين الحكم لازم هيعمل خطأ دبل في المعدين.
ده رابع شوط، كل مرة لازم يحصل نفس الخطأ ده في الملعب ده. طبعا دي صدفة. إرسال استقبال وكرة بتترفع وحائط صد جيد وكرة تانية بتترفع وكرة بتتشاط خارج الملعب من خلود. اتنين نادي السجون لا شيء قرطاج. أديس إرسال عالي وسهل، فاطمة بتستقبل، كرة بتيجي سهلة وبتتحط، بتيجي الديفنس وميم بتشوط كرة قوية جدا بترجع تاني وبرضو نفس الخطأ اللي بيحسبه الحكم في نفس ملعب اليمين، بالرغم ان انا شايف ان هي يعني ما شالتش اي حاجه في الكوره، دي لعبها صوابع من عاليه وما فيهاش اي حاجه الا لو كان هو ليه وجهه نظر ثانيه. وكره قويه جدا بتشوطها خلود في حائط الصد وبتنزل داخل الملعب. اربعه السجون لا شيء قرطاج. حائط صد بتركيز. أديس ارسال عادي كده مش سقط سهل، انا شايف ان هو سهل، الكره سريعه بتتشاط وبترجع تاني وملعب بيرجع وحائط صد قوي وبترجع تاني وكره بليس بتتخلص منها خلود في نص الملعب. ارسال خلود خارج الملعب. خمسة السجون واحد قرطاج. اعتراض طبعا لازم يبقى فيه اعتراض. بيعترضوا كتير جدا فريق قرطاج. ارسال قوي، الكرة بتيجي سهلة ترجع تاني، كرة قوية وكرة أقوى من مهيم بتشوطها بسنجل بلوك. فاطمة ما تعرفش تعمل لها حاجة وميسة ما راحتش للكورة. ستة واحد طبعا المشهد ده شفناه الشوط اللي فات برضو. و مدرب السجون ديفيد هو اللي طلب تايم اوت، انما دلوقتي ماركو مدرب قرطاج هو اللي بيطلب تايم اوت. حاجه على حساب حاجه، نزل ميسا علشان خاطر تقفل له هي ومروه حائط الصد القوي، بس في الضرب مش موفقة. إرسال قوي في الشبكة. اتنين قرطاج ستة السجون. ميسى على الارسال، ارسال قوي استقبال، كرة بتترفع بجر وبتزق كده صوابع ترجع تاني وحائط صد جيد جدا، ولكن رحمة بتشوط في ايد حائط الصد ومركز واحد بكرة قوية. تلاتة ستة، ميسى ارسالها مميز جدا. ارسال قوي استقبال سيء، بترجع تاني الكورة وبتعدي كده بشكل غريب، وأي كورة هتتحط بليس كده في نص الملعب يعني أنا شايف إن مش هيبقى فيها عليها حركة خالص من فريق السجون. أهي
ارسال ميسة، استقبال وكرة بتعلى على بجر وبتشوطها بقوة في ستة، بترجع تاني وكرة قوية وتفنس، ولكن في لمس للشباك على لعيبة رقم أربعة إيمانويلا، وطبعا خمسة ستة رحمة طبعا شايلة كورتين حلوين، إرسال قوي خارج الملعب، ميسة طبعا عاملة إرسالات كويسة جدا، شايفين طبعا الفرقة واقفة بتتكلم. مهم ارسال عالي، استقبال وكرة قوية جدا من ستيفاني اللي احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، ان هي في ضرب السريع هتبقى متميزة. طويلة وتقدر تعدي من الاطوال دي، كرة قوية وبتحط بخبرة كده اللعيبة كبرونو رقم خمسة، كرة من مركز اربعة برست ايديها في نص الملعب، وتمانية السجون ستة قرطاج، شايفين طبعا قدامنا طبعا ستيفاني حتى ده اعتقد ان هو الدراع ده مستلماه في منتخب ايطاليا، عليه علم ايطاليا، محترفة في قرطاج ومكتوب عليه رقم التيشيرت بتاعها اللي هي بتلبسه في المنتخب. كرة قوية من زي ما شايفين كده نازلة بليس من خلود، وكورة يعني لما بيقفلوا حائط الصد بصراحة بيبقوا صعبين جدا. ده بقى علشان طلع في تايم مش مظبوط. ارسال، استقبال وكورة بالشد وكرة بتتحط بليس طبعا فهمت القصة دي، وكرة بتحطها بليس بترد عليها كرة هنا وكرة هنا، وكرة قوية بقى بتيجي كبرونو بتخلصها من مركز أربعة، يعني فعلا متميزة في الضرب. اهي شايطة الكرة فوق العشرة سنتي ما بينها وما بين أمينة. أمينة دي طالعة بلوك في حتة والتانية شايطة من نقطة تانية خالص فوق. إرسال قوي، استقبال، الكرة بترجع وبترجع تاني وبيستقبلوها وبتتشاط قوية وحائط صد قوي جدا، الكرة بترجع تاني وبتترفع وكرة سريع كده بقى المرة دي حسبها على المعدة الناحية التانية وبتعدل النتيجة، بالرغم ان هي يعني هي بس يعني مش شالتهاش، هي ريحت ايديها فيها تمويه لحائط الصد 8-8. ارسال وكرة بتسقط ورفعة وكبرونو بتشوط كرة قوية وكرة بتتحط بليس خارج الملعب، عايزه تحطها في ايديها وعلى بره، حطها من فوق ايديها بعيده قوي، دي لو حطيتها بس بليس من فوق ايديها هتنزل في الملعب اهي. بصوا منين فين هي اصلا، تسعة قرطاج 8 سجون، ارسال قوي وضربه اقوى وبترجع تاني وكره قويه جدا شاطتها في ايد حائط الصد وبترجع وكرة أقوى هي دي بتحطها ولكن من فوق بره الملعب، عشرة
قرطاج بعد ما كان الفارق كبير. ثمانية ارسال والكرة بتترفع وبتشوطها اللاعبة رقم أربعة ايمانويلا شولا في ايد خلود وخارج الملعب. تسعة السجون عشرة قرطاج. ارسال استقبال من فاطمة خاطئ، كرة محطوطة ما بين فاطمة وخلود. عشرة عشرة. ارسال قوي، استقبال من فاطمه سيء، كره ما تيجي طبعا صعبه. ابتدى شفنا طبعا السجون بيضغط بارسالاته واضحه جدا، استقبالات سيئه، كره بتترفع، كره قويه بتتشاط من خلود من أربعة خارج الملعب. 12 السجون 10 قرطاج، بعد نقطتين بيرجع تاني نقطتين. طبعا كرة جاية سهلة وبتترفع وحائط صد قوي ورفع كرة قوية ولكن بتشوطها خارج الملعب. حداشر اتناشر وكرة قوية جدا بتشوطها يعني اهي، واللج فعلا قوية. اديس ما تعرفش خلود تعمل لها حاجة، واستقبال من خلود وكرة مرفوعة ومتشاطة. ده اللي انا بقول، الكرة دي هي متميزة فيها جدا، تطلع من بره وتحطها في ايد حائط الصد وبتنزل عندها. 12 13 ارسال كوره، وبقى لنا كتير مهم ما خلصتش كور بالشكل ده. ارسال عدس، استقبال وكوره بتتشاط قويه، مهم بتجيبها تاني، وتاني مهم بتشوط كوره قويه جدا في حائط الصد وخارج الملعب. 15 12 طبعا كرة راجعة سهلة ورافعة وبليس، وأمينة بتجيبها بالعافية وبترجع تاني الكرة، وطبعا كرة كده من غير اختصاصات، أمينة برضو مش كورتها بتجيبها، وكرة قوية ومهم بتحط كرة الديفنس بيطلعها، وكرة بتتحط من خلود صاحبة الحلول. هايلة 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 في إيد حائط الصد
وخارج الملعب، عاملة مجهود غير طبيعي. ارسال بيجي وكرة واللج جميلة بتتحط في نص الملعب بتطلع، ولكن الحكم بيقول دبل على المعدة. اربعتاشر قرطاج، خمستاشر السجون الكيني، في تعديل للنقاط. خلود ارسال قوي، استقبال، كرة طبعا بليز بترجع تاني وبتترفع وبتتشاط بقوة، وحائط صد جيد جدا مروة وميسة قدام ميم. واستقبال في كورة بعيدة جدا، و16 قرطاج 15 السجون، يعني بعد ما كان فارق 3 نقط قرطاج يجيب 4 نقط متتالية 16 15. ده اللي احنا بنتكلم فيه، مفيش ثبات في مستوى أداء السجون وتحديدا الاستقبال. أيضا قرطاج لما بيتضغط عليه في بعض الأحيان اللعيبة ما بتقدرش تكمل على الضغط ده. قدامنا ماركو بيكلم خلود، يعني هي لاعبة عاملة مجهود غير طبيعي، متميزة في الديفنس ورا وفي الضرب على الشبكة. ارسال خلود، ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع وبتتشاط برست الايد مهم، والكرة بترجع تاني، وابتدت رحمة تقرا ان الكور البليسات دي هي اللي هتخلص وباقل مجهود، يعني نقطة مهمة جدا وما تقدرش ايمانويلا تعمل لها اي حاجة. ارسال قوي وبيقولوا خارج الملعب. 16 17 تغييرة طبعا، تطلع اللاعبة المعدة رقم 6 وبتنزل رقم 12. ارسال استقبال من رحمه وكره بتترفع، والحكم طبعا اي حد هيلعب صوابع مش كويسه قدامه هيحسبها دبل عليه. 17 17 ارسال استقبال رحمه، كره مرفوعه ومروه وحائط صد قوي. الكرة بعيدة، كانت تقدر مروة تطلعها أو أمينة، ما ينفعش إن خلود تيجي من آخر الملعب. إرسال طبعا صعب، اللعيبة رقم 12 نازلة وبالكرة بتتشاط من مروة في إيد حائط الصد وخارج الملعب. معدة رقم 12 هيرما جابت التعادل. ارسال قوي
استقبال طبعا ليبرو الفريق كرة سيئة. طبعا وتقدم واضح 19-18 لفريق قرطاج. وتايم اوت بجري ديفيد ما عندوش حلول غير انه يطلب تايم اوت علشان يقدر يوقف التقدم. قدامنا طبعا ده التابلت الخاص بالتحكيم، بيبقى مربوط على الشبكة وبيبقى متواجد فيه التايم اوت وتشكيل اللاعبات داخل الملعب والتغييرات لو حد عايز يغير مين الارقام اللي موجودة مكان مين. وبيبقى التابلت ده متصل ب 2 تابلت، كل فريق معاه واحد، والمين الاساسي او الرئيسي بيبقى موجود على الترابيزه، ترابيزه التحكيم. ارسال قوي، استقبال، وكره بتترفع وكره بتتشاط قويه، بتيجي تاني من ميسا وبتعدي الكره امينه وبتحطها، ومروه بتحط كره، ولكن الليبرو متواجد وكره قويه جدا بتتشاط وبترجع تاني سهله، والمعده بتحط كره جميله بترجع وبتتحط كره بليسنج واقوى، وبتيجي في الاخر ايمانويلا بتدخل بايديها كده، يعني داخل الملعب بتحسن النتيجة لصالح قرطاج. طبعا ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع وبتتحط كده على ايد امينة، بتطلع تاني وكرة قوية جدا قوية جدا. مروة اللي كانت بتلعب في 3 شيطها من مركز 2 بنقطة بدون حائط صد. 21-18 وتاني تغيير، بتطلع لعبة رقم 4 ايمانويلا. وبتنزل لعبة رقم 7 متميزة. أول كرة كده تشوطيها بقوة من غير ما يبقى فيها كنترول. اتأخر على اللعيبة رقم 7 قوي دي في نزوله. لعيبة متميزة اسمها وفينيا. وطبعا اعتقد تايم اوت طبعا 4 نقط مع فريق قرطاج. اعتقد ان هو هيحاول يحافظ الفترة الجاية دي على النقطتين 3 الجايين علشان ينهي الشوط ويفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، ويبقى كده صعد. اعتقد ان قرطاج مركز على هذا، واعتقد برضو ان السجون ما عندوش ان هو يقدر يتمسك بسهولة في شوط. اهي فكوا خلاص 23-18، وشايفين طبعا الدنيا ابتدت تختلف في فريق قرطاج. كرة قوية مهم، وكرة بتتسقط ولكن المرة دي جابتها،
مهم بشوط كرة قوية جدا من مركز أربعة. في مركز واحد يعني ما بين ايد حائط الصد كده ما تتعملش اي حاجه. 19-23 استقبال وكره سريعه قويه بتتشاط من استيفانيا وبترجع تاني. الكوره قويه من رحمه بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب بتخلص بيها حاجات كتير قوي. عندها 24 قرطاج 19 السجون. ونفس التغييرة تغييرة الشوط الثالث بتنزل مريم بريك صاحبة حائط الصد الأخير. و تاني حائط صد اهي بتجيبه وكرة بتعديها ولكن حائط الصد بتاعها جيد وبتتحط كرة سهلة وبترجع تاني بدون معدة. و20 السجون الكيني 24 قرطاج. ترجع تاني التغييرة كانت ناجحة جابت بيها بلوكين. مريم بريك أكبر لاعبة في فريق قرطاج وصاحبة خبرة كابتن فريق. وارسال قوي استقبال وكره بتتحط بليس بترجع تاني ورافعه وكره بتتشاط قويه من رجع تاني طبعا يعني حطت كره في ايد امينه وخارج الملعب. 21 السجون 24 قرطاج مستمر حتى الآن. هيتصد كورة قوية جدا بتشوطها رحمة من مركز أربعة في مركز خمسة لتونهي الشوط الرابع 25-21. وبكده يعني يكون قرطاج المتأهل للدور النهائي. وطبعا السجون الكيني ينتظر لكي يلعب مع الثالث والرابع من مباراة الأهلي والأنابيب. يعني مشاهدينا بشكركم وإلى اللقاء. كان معكم أسامة أبو زينة محدثكم وإن شاء الله في انتظار لقاء الأهلي والأنابيب. شكرا وإلى اللقاء.